طيب خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز المتألق كريم أحمد من رئيس القناة الأهلي من خلال صورة حية من مقر نادي الأهلي بالجزيرة وبتحديد ملعب التتش مع زميلنا العزيز كريم أحمد عشان يقول لنا آخر الاستعدادات وآخر الأمور الخاصة وكواليس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرانه اليوم. يا كريم مساء الخير عليك، اتفضل قول لنا آخر الكواليس عندك إيه؟ بجد التحيه ليك زميلي امير، وبرحب بيك طبعا، برحب بكل الساده المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي. الاستعدادات على قدم وساق بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي للموسم الجديد، وايضا كمان تحديدا مباراه بطل جنوب السودان اللي ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده لفريق النادي الاهلي في البطوله المحببه لكل جمهور النادي الاهلي. فهذه اللحظات يمكن قبل التدريب طبعا كالعاده زي ما شفنا من خلالك ومن خلال شاشه الاهلي، افتتاح طبعا الجزء الخاص باللاعبين، الاستشفاء، الساونا، الجاكوزي، البخار، منشأة مميزة جدا طبعا، هي يعني بيطلق عليها مدرج كرة القدم الجديد، لكن حاجة رائعة جدا. لسه كمان المدرج هيكون فيه شغل كبير جدا أمير، حاجة رائعة ومميزة، بنتمنى إن شاء الله إن اللعيبة تستفيد بيها بشكل كبير جدا، وكان قرار أكثر من رائع ومميز. يعني لجنة التخطيط، الكابتن طاهر، الكابتن محمود الخطيب، أيضا كمان كرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اهتم بشكل كبير إن يكون في الأجهزة دي، لأن الإصابات الكتيرة اللي قابلت النادي الأهلي خلال المرحلة الماضية خلت إن لابد يكون في تطبيق على أرض الواقع، ان احنا يكون في عندنا اجهزه تساعد اللعيبه بشكل كبير مع الضغط الكبير جدا للبطولات والمباريات واللغط الكبير في الجدول المسابقات زي ما تابعنا طبعا في الموسم الماضي. لكن ان شاء الله باذن الله كل هذه الامور بالنسبه للموسم ده يكون موفق لفريق النادي الاهلي، الجدول يكون منتظم، المباريات تكون بمواعيد محدده وثابته. ارجع معاك لتدريب فريق النادي الاهلي، يمكن زي ما انت شايف طبعا زميلي امير في الخلفيه التدريب بالفعل انطلق مستر مارتن لاسارتي كالعاده، كابتن سيد بيكون في محاضره سريعه للاعبين قبل انطلاق المران. لكن بشكل عام تدريب النهارده اكيد هيكون في جزء خططي، النهارده كمان اتاكدنا ان يكون في مباراه غدا، لسه لم يتم تحديد الاسم بالتحديد، لكن اللي احنا عارفينه ان يكون في مباراه وديه لفريق النادي الاهلي استعدادا للموسم القادم واستعدادا لفريق بطل جنوب السودان، وايضا كمان يكون في اطمئنان كبير على كل الوافدين الجدد على فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون زي ما احنا عارفين، يعني الو ديانج، محمود متولي، مجدي قفشه، كل اللعيبه دي طبعا ان شاء الله باذن الله تكون ليها اضافه لفريق النادي الاهلي، جاهزين بدنيا، جاهزين فنيا، ينقصهم ان شاء الله الانسجام، يعني بنتمنى الانسجام يكون سريع مع هؤلاء اللاعبين في المباراه الوديه اللي ان شاء الله بنتاكد منها من الكابتن سيد عبد الحفيظ في خلال يعني انتهاء المران باذن الله نعرف طرف المباراه، ميعاد المباراه. لكن زي ما اكدنا وقلنا زميل امير هتكون في مباراه وديه لفريق النادي الاهلي استعدادا للموسم القادم وتحديدا لمباراه جنوب السودان. بنتمنى التدريبات تكون بدون اصابات، مباراه الغد ايضا كمان يستفيد منها بشكل كبير جدا النادي الاهلي، يطمئن على الحاله البدنيه لكافه اللاعبين وبالتحديد الوافدين الجدد. نقطه كمان مهم عايز اكلمك فيها زميلي امير وهي المصابين، عندنا عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي في المراحل النهائيه وفي لعيبه لسه مطوله شويه في الاصابات، يعني اذكر معاك شريف اكرامي وسعد سمير ومحمد محمود ومؤمن زكريا وكريم ندفد، دول اللاعبين اللي احنا بنفتقدهم حتى هذه اللحظه فيها المستطيل الاخضر. لكن ثلاث اسابيع مثلا نقدر نقول سعد سمير نقدر يخش جماعي، شريف اكرامي في خلال اسبوعين، محمد محمود لسه مطول شويه نقدر نقول 30 يوم يفصلوا معاه بشكل كبير، لكن كل الامور الحمد لله لعبتنا العدد قل جدا 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 بالنسبه للاصابات. ان شاء الله باذن الله زميل امير النادي الاهلي يكون موفق خلال المرحله القادمه سواء في مباراه بطل جنوب السودان او مباراه بيراميدز اللي تم تحديدها بالتحديد في كاس مصر. ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون على ما يرام لفريق النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير.